طبعا اليوم تميز بانخفاض درجات الحرارة، وأيضا كما شاهدتوا في السوق هناك عدد من السكان الغابرين على السوق خاصة في هذا اليوم. لذلك أبارك للأمة الإسلامية بشكل عام وبلادنا بشكل خاص، خاصة تحية وذكرى لهذا الشهر الكريم. أسعار صعيبة، بدأت قاعة من سابق رمضان، منهارات القطحان والمواد الغذائية كل شيء واعر، كل شيء واعر. آخر وقت مرحلة إشكال منه، أدنى إشكال منه واعر، هو اللي فيه كيلو ب 800، أسعار واعرة واعرة حتى الله. إلا نصيهم بتقوى الله عز وجل وصوموا، صوموا تصحوا. واحدين يقولوا فينا المجبنة، واحدين يقولوا فينا واخذ شنو الامراض، ما ترى شنو هي الصوم. انا الصوم في حجالك لك قاعد صوموا تصحوا، فهمت؟ وراني ماصل الشباب كانوا يصوموا، اللي فيه في مرض كانوا دول صح، هو علميا صحيح صار عاد وحوثهم جاو اكتشفوا لنا خارج شهر من السنه لازم تصوم، يتصوم ياخذ على كاس من الصوم ويداوى على كاس من الامراض. الرسول ما قال نصوموا شهر من السنه عبثا. يبارك ان شاء الله علينا وعلى الامه الاسلاميه كامله ان شاء الله، وراجعين عند مولانا يدعو علينا وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله باليمن والبركه ان شاء الله، وشي 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 متعدل وزين. رمضان شهر مبارك وغلف علينا وعليكم ان شاء الله، ان شاء الله شهر زين ومبارك وغلف خير وياسر الحمد لله. خاصه لا تخفضوا عنها تمرارك وائر والحمد حقيقه هاني وتوزاكم الله خير. لا سالي لهم فالله انهم مولانا يقهرنا ويقهرهم على طاعته ودينه، وان شاء الله يجعلنا حاضرين في رمضان ان شاء الله السنه الجايه، ويعمل الدوله تعرف شو شعبها تهين له هذا المواد الغذائيه اللي مسكني ما عندها باش تفطر. ما هم معقولين قاع واعرين حتى الاسعار احمى من النهار. والله اللحم اليوم صباحا ب 3000 كيلو، هذا لحم النعاج اللي اصلا والتبق الموريتاني، والناس قاعده مشتكينه ما عندها باش تشتري، هم اللي ناس تعابه كامله ما هي رايه شو. احنا هذول المرصة واهل الملاح ما نرين حد يوقف علينا ولا مرقدي. الحمد لله اللي طانا مولانا النهار الاول من رمضان مبارك دوله موريتانيا الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيا، والحمد لله الناس فضيله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهون الحمد لله دوله اهلها فضيلين والتكامل الاجتماعي الحمد لله فيها، فيها ناس قايمه بمؤاواه الضعفاء وتكريمهم، والحمد لله يشتغل ما يشتغل فيها سياني حال تصوم الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اجواء النهار اليوم كانت زينه بالرغم على انها حاميه، الا ان رمضان شهر خير وشهر بركه وشهر صيام وشهر قيام وشهر تضاع فيه الاعمال، ما يقدر كاع شكون يقول على ان نهاره كان زين. فتبارك الله والاجواء كانت جيده والناس كانت مستعده وعلى تاهب من الصيام. النهار الاول ما شاء الله زين، بقى ما شاء الله اللي بقى يا قارب قطعا لا نقول عن انا جاي شاري بقى تمر شر مرصه السعر طارئين، حتى العاد رئيس قد ينقصهم يعدل بقى زين بقى مواطنين. احنا مواطنين حق تعاب سمو قال لا حضر رسول الله او لي كوميرسان لا يزيدوا كل شيء بقاو يعدلوا دونك، لكن شي مهم حاسين احنا مواطنين في واحدين مواطنين ضعاف، في واحدين ما عندهم كاع باش لا يجبروا باش يفطروا فيها كما نتكلم في الناحيه لا كونكليزيون كامله. انا باغي نقصوا الاسعار، كان مواطنين كامل با قد با كل حد با يجبر يدور يشري يدور كان يتمونك با لا. جوا رمضان ان شاء الله هنا و طالبين من الحكومه والبوليس وجندرمري عند المرصه فيها ياسمين اللصوص اللي عندهم لماس وعندهم سكاكين، طالبينهم يعدلوا لنا ياسمين البوليس هون وياسمين الجندرمري باللي ما حد مسكين لا يشري شيء، ما داروا فيه لماس وما داروا فيه سكاكين، وطالبينهم على الاسعار ينتقصوا عنا اسعار بومبوتير وهذا كامل ينتقصوا عنا الحمد لله، ينقصوهم عنا في رمضان. وطالبين عند الناس كامله انها رمضان كريم ان شاء الله علينا وعلينا وعلى جميع المسلمين ان شاء الله، وتصوم كامله ان شاء الله ويفك عنا ان شاء الله المرض ان شاء الله، حتى كامل صام ان شاء الله وما له يصيب المرض ان شاء الله. الاسعار في متناول الجميع، الناس جات للمرصة كامله دخلت، ما سمعنا رقاش شكل من ارتفاع الاسعار ولا سمعنا رقاش علاق عليها، لذلك ما نقدر نقول على انها تكون في متناول الجميع وعلى انها شرات الادميه كامله بفقيرها وبغنيها. البضائع كانت جات بوفره، لذلك الادميه شراتها بدون تعليق على الاسعار، والاسعار كانت في متناول الجميع. الرساله اللي نبقي نوجهها للمواطنين والله الناس بصفه عامه،
هو على ان ذا الشهر شهر فضيل، على انه يلا رجاج يعمل في الدنيا من اجل اخرته، يكسب حسنات، شهر تضاعف في الاعمال، شهر ما هو للرقاد، يلا رجاج يصوموا، يلا رجاج يقوموا، يلا رجاج يحاول على انه يعدل فيه الاعمال الخيره والاعمال الحسنه. ونسال الله ان يوفقنا ويوفق الجميع لصيامه وقيامه، وان يضاعف لنا وللجميع الاجر.